لنقولوا عن المعركه اليوم ما هي بين حماس واسرائيل، يا غير بين الحق والباطل، بين المقاومه الاسلاميه في حماس وبين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الاعزل والامه الغربيه اللي للاسف الشديد بان عوار ما كانت تدعو اليه من قيم الانسان ومن قيم وحقوق. المعركه اليوم اصبحت مكشوفه، ولذلك نحن هون في موريتانيا جايين نقولوا اوقفوا هذه المجازر، اوقفوا هذا الظلم، اوقفوا قتل الاطفال، اوقفوا قتل النساء، اوقفوا الغدر بالفلسطينيين العزل اللي تقول لهم الاله الصهيونيه عنهم يتحركوا من مكان الى مكان، ومنين يتحركوا تقصفهم باحدث الطائرات وباحدث الصواريخ. نحن هون اليوم اياك نقولوا وان بعدت المسافه والشعب الموريتاني ما يقدمش، يا غير نحن قلبا وقالبا بمالنا وبانفسنا وبذاك اللي نملكه من وقتنا وذاك اللي نملكه من الصوت المرتفع عنا نقولوا به لا 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 لهذا القتل، ومستبشرين خير بهذه الهدنه اللي بدات اليوم وراجعين عنها ان شاء الله تعود بدايه نصر للمقاومة، يبقي على أسلحتها ويبقي على قوتها ويبقي على أسراها كذلك إن شاء الله، حتى يتحرر كل فلسطيني وكل فلسطينية وتتحرر كل الأرض الفلسطينية، وتبقى المقاومة سيدة الموقف إن شاء الله، تدير الموقف وتنتصر. وننتظر إن شاء الله بيان من أبو عبيدة يعلن فيه تحرير غزة كمرحلة أولى من تحرير فلسطين كلها إن شاء الله تعالى.